بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذا الفيديو سوف نفصل منهجية كتابة موضوع أدبي أو مقال أدبي في اللغة العربية. طبعا سأشير في هذا الفيديو إلى أبجديات، بديهيات، ما يسميها البعض بتفاهات، أي أنها أشياء لا يكترث لها، ولكنها في اللغة العربية لها الدور الأساسي، وهي دور فاعل في التحصل على عدد في المادة. أول شيء يجب أن نقرأ الموضوع، والكل يقرأ المواضيع، ولكن الإشكالية أننا لا نفهم قراءة الموضوع، ليس لعجز منا وإنما لضعف في التكوين، حقا ضعف في التكوين. فمعظم الزملاء الأساتذة لا يتعمقون في مسائل المنهجية وفي الحصص البيداغوجية هذه والمنهجية، لذا أريد أن أنبه إلى مسائل أساسية سيحاسب عليها التلميذ حين ينجز اختبار البكالوريا. فالبكالوريا ليست محاسبة على المعلومات، لأن كل إنسان يستطيع أن يحفظ كتب وكم هائل من المعلومات، ولكن ليست الفائدة من حفظ المعلومات، وإنما البكالوريا تختبرك من خلال توظيفك لهذه المعلومات، طرق استغلالك، كيفية إعمالك للعقل في توظيف هذه المعلومات. إذن نبدأ بكيفية قراءة الموضوع. أولا، إن أردت أن تقرأ الموضوع يجب أن تحدد المعطى والمطلوب. المعطى أي ما قدم لك أو ما يسمى بالأطروحة، والمطلوب هو ما كلفت بإنجازه، إما أن تحلل فقط، أو أن تحلل وتناقش، أو أن توازن. طبعا في صياغة المعطى نجد تنوعا في التراكيب، فإما أن نجد التراكيب القائمة على النفي والإثبات، كأن نقول لم تكن غاية ونوس من مسرحيته ذكر قصة بطل تراجيدي، وإن بل كانت غايته تأسيس فن مسرحي جديد. انظروا، لم تكن بل كانت. هذه الصياغة تسمى النفي والإثبات، وهذه الصياغة نتعامل من خلالها على الشكل التالي، أي أن يكون العنصر الأول هو المثبت، العنصر المثبت هو العنصر الأول، ثم نناقشه بالمنفي الذي سنثبته في النقاش. هناك صياغة أخرى ما تسمى بالصياغة التفاضلية، كأن نقول لم تكن غاية الجاحظ من مدوناته تكديس المعارف، وإنما ترسيخ منهج في التفكير. يعني هذه الصياغة لم تكن وإنما تفاضل، أي أننا فضلنا العنصر الثاني وهو ترسيخ منهج في التفكير على العنصر الأول الذي هو معناه تكديس المعارف. في هذا السياق يجب أن نحلل العنصر الأول اللي هو تكديس المعارف يعني ليس بامتداد واسع، ونحلل العنصر الثاني الذي هو ترسيخ منهج في التفكير، نتوسع فيه ونتعمق. هناك الصياغة التقريرية أو التوازنية، أي أن يكون المعطى، أي أن يكون عنصر الموضوع أو التحليل والنقاش متكافئين كما وكيفا. وهناك طرق أخرى، يمكنكم أن تعودوا إلى مدونة إيكول نيميريك بوانتي آن، ستجدون في منطقة ريسورس سيكوندير أي بكالوريا، ستجدون هناك هذه الوثائق باسمي، يعني ستجدون وثيقة منهجية في كتابة المواضيع العربية للأستاذ أحمد الطيف، هذا ما ستجدونه في ذلك الموقع إيكول نيميريك بوانتي آن، فلتنزلوا هذا البحث ولتقرؤوه وتفهموه، لأنه يحتوي على مواضيع كيفية تحليل الموضوع، كيفية تفكيكه، كيفية تحديد العناصر، كيفية كتابة المقدمة، الجوهر، الخاتمة، وغيرها من المسائل. الآن أعود إلى مسألة المطلوب، أي ما قدم لنا. طبعا هناك ثلاثة أصناف للمواضيع بحسب المطلوب، إما أن تكون مواضيع تحليلية، أي أن نكتفي بتحليل العناصر فقط، وهي تأتي صياغتها في قولهم حلل،
أو توسع. هذه ما تفيد معنى المواضيع التحليلية. أو أن تكون المواضيع جدلية، أي تتطلب تحليلا ونقاشا. وفي هذا السياق تكون صياغة المطلوب على النحو التالي، كأن يقول لك: إلى أي مدى، ما مدى، بين إلى أي حد، ثم يقول لك: حلل وناقش، أو حلل وأبدي رأيك. كل هذه الصياغات تشترك في وجود عنصرين في الموضوع، هما التحليل والنقاش. الآن سأذهب إلى الإشارة إلى بنية الموضوع عموما. الموضوع عموما أو المقال الإنشائي عموما يتكون من ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي المقدمة، وهي تنقسم إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو المقدمة العامة، وفيه مدخل للموضوع أو تمهيد عام يكون خال من المواقف الانطباعية، كأن نقول بأن مثال الجاحظ هو أفضل من كتب في المنزع العقلي أو غيرها من المسائل الأخرى، أو التاريخ، كأن نقول لقد ظهر مسرح التسييسي مع سعد الله ونوس سنة 1965 على سبيل المثال. هذا كله خاطئ ويحاسب عليه التلميذ، أي أن المقدمة العامة أو المقدمة الخاصة يجب أن لا تحتوي على مواقف انطباعية ولا تحتوي على التاريخ. ثم تأتي المقدمة الخاصة، والمقدمة الخاصة هي إدماج الموضوع إما بإعادة كتابته كما هو، أو بإعادة صياغته صياغة تحترم فيها الترتيب الموجود في الموضوع المعرض. العنصر الثالث في المقدمة هو ترك الإشكالية، والإشكاليات هي العناصر الأساسية في الموضوع، فأن تكون عناصر الإشكاليات لعناصر التحليل وإشكاليات لعناصر النقاش إن وجد. الآن بعد المقدمة نجد الجوهر، والجوهر ينقسم بدوره إلى ثلاثة عناصر: تحليل وفيه توسع في الإشكاليات مع الاستشهاد بشواهد مما درس، أو استحضار شواهد أخرى من المدونة الأصلية، وهذا ما أحببه أنا وما يحببه كثير من زملاء الأساتذة، هو أن يأتي التلميذ بحجج وشواهد جديدة، أي أنها لم تذكر في الكتاب المدرسي. مثال على سبيل المثال في رواية حدث أبو هريرة قال: عوض أن أحفظ شواهد من الكتاب المدرسي، لا، أذهب إلى رواية حدث أبو هريرة قال لمحمود المسعدي وأحفظ من هناك شواهد، يعني شواهد لم يتحصل عليها كل التلاميذ، يعني شواهد أتفردوا بها، وهذا ما سيجعل ورقة الامتحان متميزة عن بقية الأوراق. ثم بعد التحليل نجد عنصر النقاش إن كان الموضوع جدلي. ركزوا معي، إن كان الموضوع جدلي هناك نقاش، إن كان الموضوع تحليلي لا وجود للنقاش. إذن النقاش هو أن أقدم فكرة أخرى، أو أن أعدل التحليل، أو أن أنظر في هفوة أو نقص يعني في الموضوع. بعد التحليل والنقاش نجد التأليف، وهو عنصر أساسي أيضا في الجوهر. الكثير يتساءل ما معنى تأليف، وكيف أكتب تأليف، وما مفهومه، ومتى أكتبه. بالنسبة للتأليف هو ركيزة أساسية في الجوهر. التأليف هو عبارة عن جمع، أو ما معنى تأليف؟ يعني أن أؤلف، إما بين أن أؤلف بين الجوهر والنقاش بجمع الأفكار الأساسية مع تعديلها، أو أن يكون تأليفا جزئيا، أي جمع ما استنتجته من التحليل، وهكذا هو، أو تأليفا كليا، أي أن أجمع كل الإشكاليات أو كل الاستنتاجات وأجمعها في تأليف شامل يكون فيه تعديل للتحليل أو جمع للتحليل والنقاش أو تجاوز له. الآن العنصر الأخير في التحليل وهو الخاتمة، والخاتمة كذلك تنقسم إلى ثلاثة عناصر: خاتمة خاصة وهي متعلقة بالموضوع،
وخاتمة عامة وهي الانفتاح على المدونة بأكملها أو خروج عن المدونة إلى ما يشابهها ويشكلها من المدونات. بعد هذا نذهب إلى العنصر الأخير في الخاتمة وهو ما يسمى بفتح آفاق، وهو أن نطرح إشكالية تغافل عنها الموضوع أو إشكالية يمكن أن نعالجها في خضم هذا الموضوع. هكذا أختم معكم في هذه الحصة المنهجية في كيفية كتابة الموضوع أو المقال الأدبي. أوصيكم بسلامة اللغة، بحفظ شواهد تكون متنوعة من الكتاب المدرسي ومن غيره، أي من المدونة الأصلية، لكي يكون موضوعك متميزا متفردا عن بقية زملائك. إذن لغة سليمة، شواهد متنوعة، أسلوب جيد، يجب أن يكون للتلميذ أسلوب جيد في الكتابة، محاولة تجنب الأخطاء اللغوية من رسم همزة ورسم التاء مفتوحة ومغلقة، ويعني مثل تلك الأخطاء التي لا تغفر. إذن أختم هكذا هذا الفيديو، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، أرجو منكم أيضا نشر هذا الفيديو لتعم الفائدة. إلى اللقاء وبالتوفيق والنجاح. رجاء من يحتاج إلى استفسار يجدني إن شاء الله على صفحة باك ليبر 2014، صفحة باك ليبر 2014، أو كتابة تعليق على هذا الفيديو في اليوتيوب، أو الاتصال بي مباشرة على الفيسبوك تحت اسم أحمد سميث لوفلي، أو العودة إلى موقع ecolenumerique.tn في ريسورس، ستجدون مقالاتي وما كتبته هناك، وإن شاء الله فيه فائدة للجميع. إلى اللقاء، بالتوفيق والنجاح، أتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.